بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت السميع العليم. سبحانك لا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الجواد الكريم. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين، وصل على سيدنا محمد في الآخرين، وصل على سيدنا محمد في كل وقت وحين، وصل على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. أما بعد، حياكم الله. مين عمل التكليف؟ طيب، لو قلنا مثلا سارة، جبت منين يا سارة؟ المصدر بتاعك كان الكتب ولا مواقع على الإنترنت؟ أنا بصيت على محاضرة كان دكتور حمزة الكتير شرح فيها دليل التطبيق، وكان يعني هو في كل مواقع يعني، وبعد كده موقع شرح دليل التطبيق. طيب، إسراء، مصادرك كانت إيه يا إسراء؟ هو نفس الشيخ حمزة ده، وبرضه كان على جوجل يعني. طيب، اتفضلي يا إسراء، ما هو برهان التطبيق؟ يعني هو اللي أنا فهمته إن هو مجموع سلسلة من العلل أو من الممكنات، وهي بتبدأ بحاجة، بتبدأ من حادث وتنتهي إلى ما لا نهاية، وبعدين إحنا بنجيب عليها مثال تاني أو سلسلة تانية، بس بتبدأ بعديها، بتبدأ مثلا بحادث تاني أو بتبدأ بعديها من حوادث مثلا متأخرة عنها شوية، وبرضه إلى ما لا نهاية. لما نيجي نعمل تطبيق ما بين السلسلتين، بنلاقي ان الثانيه، السلسله الثانيه بتنتهي قبل السلسله الاولانيه، فبعد كده بنثبت ان السلسله الاولانيه في الاخر بتنتهي. طيب كده ما فيش، يبقى احنا كده بنثبت ان لا نهايه، ده اللي انا قدرت افهمه يعني. فكده بنبطل التسلسل، او بنبطل ان يبقى في عامل كده، محتاجين حاجه خارج السلسله عشان تثبت وجود السلسلتين الأولى والثانية. طيب سارة، إيه رأيك في الكلام ده؟ نعم سيد، يعني هو لو إحنا طبقنا دلوقتي، هما الاثنين بيبدأوا من، بيروحوا لما لا نهاية وبيبدأوا من حدثين مختلفين ما بينهم مثلا سنة، فإحنا كده نقدر نقول إن طول السلسلة الأولانية غير طول السلسلة الثانية، بس في نفس الوقت إحنا بنصدر حاجات اللي لا متناهية طولها ما لا نهاية، فإحنا كده بنوع التناقض. وبنعمل حاجة تانية، إن إحنا بنقول إن المفروض السلسلة الأولانية اللي هي أقصر تبقى جزء من السلسلة الثانية، لأن إحنا عارفين الفرق اللي ما بينهم، بس في نفس الوقت ما ينفعش نقول إن ما لا نهاية أصغر من ما لا نهاية، فإحنا دلوقتي بقينا بنقول إن الكل زي الجزء، بس في نفس الوقت الجزء مش زي الكل. وتالت طريقة برضه ممكن نقول بيها إن الكلام ده مش صح، إن إحنا لو احنا عارفين الفرق ما بينهم اللي هو السنة بالظبط، فده معناه ان الاولانية بقت متناهية، لان احنا ولو الاولانية بقت متناهية يبقى الثانية برضو بقت متناهية، لان احنا عارفين الفرق اللي ما بينهم. يعني لو حاجة متناهية وزودنا عليها فرق متناهي هي تفضل متناهية، فكده السلسلتين بقوا متناهيتين، وكده برضو انا في التناقض، لان احنا كنا فاضيين في الاول ان هم مش متناهيين. طيب، هو احنا اتفقنا قبل ذلك ان كل المستحيلات العقلية بترجع إلى اجتماع النقيضين، فالدور بيرجع إلى اجتماع النقيضين، التسلسل بيرجع إلى اجتماع النقيضين، تحصيل الحاصل فرض اللي هو الترجيح الربحان بلا مرجح، كله يرجع إلى ماذا؟ يرجع إلى اجتماع النقيضين. طيب، فإحنا الفكرة الأساسية هي كيف تكون فكرة التسلسل في الماضي إلى ما لا نهاية مؤدية إلى اجتماع النقيضين. إزاي ده يكون مؤدي إلى اجتماع النقيضين؟ فالعلماء قالوا في برهان أو في دليل اسمه دليل التطبيق. يعني إيه التطبيق؟ يعني هنفترض إن في عندنا سلسلتين وهنطبقهم على بعض. طيب، واحدة منهم هنبدأها من الآن إلى ما لا نهاية. طيب، واحدة منهم هنبدأها من طوفان نوح مثلا إلى ما لا نهاية برضه. طيب، تعالوا كده نبص للسلسلتين دول، هنلاقي إن في واحدة
أكبر من الأخرى، تمام؟ السؤال هنا، هل ما لا يتناهى متساوي ولا متفاوت؟ ما لا يتناهى متساوي، يعني إذا قلنا إنه هذه ما لا غير متناهية التي تبدأ من الآن إلى ما لا نهاية، والتي تبدأ من طوفان نوح إلى ما لا نهاية أيضا لا نهائية، فينبغي إذن أن يكونا متساويين، لكنهما في الواقع في واحدة منهم فيها حلقات، فيها حلقات ماذا؟ مفقودة. ثم في واحدة منهم أصغر من الأخرى، فكيف نقول إنهما لا متناهيين ولا متناهي متساوي؟ ثم في الوقت نفسه نقول إن واحدة منهما أكبر أو أصغر من الأخرى. يبقى كده كأننا بنقول الحاجة وعكسها، وإذا قلنا الحاجة وعكسها فهذا هو اجتماع النقيضين، فكأننا نقول هي سلسلة متناهية لا متناهي. طيب، يبقى ده باختصار برهان الإيه؟ برهان التطبيق. لاحظوا برضو حاجة هنا مهمة أوي يا إخوانا، وهي إن الباطل هو التسلسل في الماضي، هو التسلسل في الماضي، لكن التسلسل في المستقبل مش مستحيل، طالما في نقطة بداية فالتسلسل، تسلسل الحوادث التي يترتب بعضها على بعض في المستقبل ده مش مستحيل عقلا، ولذلك في خلود في الجنة، في خلود في النار. المستحيل عقلا هو إيه؟ هو إنه تكون الحوادث التي يترتب بعضها على بعض لا بداية لها، ده المستحيل، إنها تكون حوادث يترتب بعضها على بعض ثم لا بداية لهذه الحوادث، ده اللي إيه؟ للعقل لا يستطيع أصلا إن هو يتصوره، لأنه من المستحيلات العقلية، لأنه منفي، لا يستطيع العقل إن هو إيه، أو يعني إيه، لا يستطيع العقل أن يثبته. ده بالنسبة لبرهان التطبيق. طيب برهان التضايف إسراء، اللي فهمته برضه إن هو إن السببين، يعني هو في سبب وإن السببين أو في شيئين، والشيئين دول متعلقين ببعض، يعني أنا مش هفهم الأولاني غير لما أفهم التاني، يعني هما الاتنين مش هفهمهم غير لما يبينوا على بعض، زي مثال الأبوة والبنوة، أنا مش هفهم إن في أب غير لما أكون لي ابن، ووجود الابن متعلق بوجود الأب. طيب كيف يكون هذا الكلام دليل على بطلان التسلسل؟ سارة، لو احنا دلوقتي بنقول ان هي سلسلة متناهية، مثلا العالم عبارة عن سلسلة معلولات ورا بعض، فاحنا بدأنا مثلا الى ما لا نهاية في الماضي وانتهينا عند معلول معين، المعلول ده ما يعتبرش الا الحد، يعني مثلا الاب ده الابن الاخير ده ما يعتبرش اب الحد، فاحنا دلوقتي بنقول ان كل اطراف السلسلة دي عبارة عن ابن اللي بعدها واب قصدي أفضل اللي بعدها وابن اللي قبلها، واحنا برضو فاهمين ان ما ينفعش يكون فيه أب من غير ابن او معلول من غير علة، فلو في اي سلسلة معتمدة على بعضها نفس الاعتماد، يعني نفس الجنس كده، اب وابن واب وابن واب وابن او علة ومعلول وعلة ومعلول، لازم يتساوى فيها اعداد الاب والابن، يعني مثلا لو قلنا ان هي ثلاثة من الاباء والابناء، فاحنا بدأنا من سيدنا مثلا آدم، سيدنا آدم ما كانش ابن لحد، سيدنا آدم كان أب بس، بحيث إن لو جيت أنا مثلا آخر حد في السلسلة أبقى أنا بنت بس، فيبقى كده عدد الأبهات وعدد الأبناء متساوي، مفيش سلسلة عبارة عن علة ومعلول مستحيل فيها يبقى فيها عدد الأبناء أكتر من عدد الآباء، أو عدد الآباء أكتر من عدد الأبناء، لو احنا افترضنا إن كل أب ليه ابن واحد يعني، اللي هو علة ومعلول. فاحنا لو جينا السلسلة بقى لا متناهية، فاحنا بنقول طالما هي لا متناهية يبقى احنا عندنا كل واحد فيهم عبارة عن علة ومعلول ما عدا آخر معلول،
لانه ما حصلش بعدها عله تانية، يعني ما حصلش بعده معلول تاني، فهي مش عله، هي معلول بس، لكن كل اللي قبلها عباره عن عله ومعلول. فبقى عندنا مثلا في 10 علل و11 معاليل، فدلوقتي بقى عن او معلولات يعني بتاعت الجمع. فبقى عندنا عدد غير يعني غير متساوي، فاحنا كده أبطلنا فكرة إن يعني دي سلسلة مش حقيقية، يعني ما ينفعش تبقى موجودة، فحكاية أبطلنا فكرة التسلسل لما لا نهاية، لازم برضه يكون بدأت بعلة ما كانتش معلول لحد قبل كده، اللي هو الواجب أو بداية السلسلة. فلو هي بدأت بحاجة زي كده عشان تساوي عدد المعلولات بعدد العلل، يبقى احنا كده أبطلنا فكرة إن هي لا نهاية، لأن هي بدأت أوريدي. طيب، هي كلمة التضايف معناها إن في شيء مضاف إلى شيء، تمام؟ فأنا لما أقول مثلا ابن، تلقائيا الذهن بيستحضر ابن يعني في أب، يعني اللفظ نفسه لفظ الابن يستدعي وجود أب لهذا الابن. فالعلاقة بين الأبوة والبنوة علاقة التضايف. طيب، برهان التضايف مبني على انه معنى التسلسل هو ايه؟ هو ان في عندنا سلسله من العلل والمعلولات، سلسله من العلل والمعلولات، يعني الحوادث معلوله للحوادث التي قبلها التي هي عله لها او لوجودها. يعني لما نقول مثلا ما عله مثلا يعني ضوء القمر، هنقول القمر مثلا. طيب، اذا احنا ايه بنفهم الحوادث كده من خلال ان كل حادث تسبب فيه شيء. طيب، فكره التسلسل، الذين يقولون بالتسلسل او الذين يقولون ان هذا الكون لا يحتاج الى الواجب المحدث وانه كله عباره عن ممكنات وحوادث، تمام، يقولون ايه؟ يقولون ان هذه الممكنات جميعا اوجدتها ممكنات قبلها، اوجدتها ممكنات قبلها، اوجدتها ممكنات قبلها الى ما لا نهايه. فاذا احنا عندنا علاقه العله بالمعلوليه، او ان هذه الحوادث معلوله للحوادث التي قبلها فهي علل، فعندنا علاقه عله ومعلوليه. القاعده هي كلما وجدت العلة وجد المعلول، وكلما ذهبت العلة ذهب المعلول. يعني أنا لا أتصور مثلا وجود ابن بلا أب، غير متصور، غير متصور. ليه؟ لأن الابن الأب علة لوجود الابن. طيب، فإذا قلنا دلوقتي إن إحنا عندنا حوادث يعني معلولات، مش كده؟ كلها معلولات لما قبلها، وكلها في نفس الوقت علة لما بعدها. كويس، فاحنا عندنا دلوقتي مجموعة ايه؟ معلولات. طيب، تعال نرجع للمعلول اللي فات الذي أوجد كذا، باء الذي أوجد، ألف الذي أوجد بباء مثلا، ما علة باء؟ جيم. ما علة جيم؟ دال. ما علة دال؟ وهكذا، نفضل نرجع. طيب، فاحنا في الاخر هنكتشف انه لابد من وجود معلول بلا عله. فانا كده لما اقول يوجد معلول بلا عله، ده معناه انه ما فيش عله. ليه؟ لانه المعلول لا يوجد الا اذا وجدت العله. يبقى انا الان تاني يا اخوانا الحته دي، لو قلت انه هناك معلولات لا متناهية بحيث كل معلول سبقه علة، فأنا لو فضلت أرجع بالسلسلة كده إلى ما لا نهاية، سأكتشف أنه لابد أن يكون هناك معلول أول بلا علة، فإذا لا أستطيع أن أسميه الآن معلولا، أو لا يكون موجودا، هو معلول لكنه غير موجود. لماذا؟ لأن علته مش موجودة، علته غير موجود. فكأنني قلت هذا المعلول موجود لا موجود،
وهذا هو اجتماع النقيضين. طيب إذا حد قال لي ذا المعلول الأول دوت لا يحتاج إلى علة، هو معلول لا يحتاج إلى علة، معلول الأول، يبقى إذن هذا المعلول الأول سيكون هو الواجب الذي نبحث عن إثباته. يبقى أنت كده أثبتت وجود واجب الوجود الذي لا موجد له، وساعتها مش هنقول إن العلاقة بين هذا الواجب وهذا الممكن هي علاقة العلية، لأن العلاقة بين الله والعالم مش علاقة العلية، هي علاقة الرب بالعبد أو الخالق بالمخلوق، لأنه يتصور وجود العالم، يتصور وجود الله دون وجود العالم. فالعلاقة بين الله والعالم مش علاقة علية، بحيث إذا وجد الله لا بد أن يوجد العالم بالضرورة، لأن ده معنى إيه؟ معناه القول بقدم العالم. والفلاسفة تصوروا هذا، الفلاسفة تصوروا إن العلاقة بين الله والعالم هي علاقة العلية، لذلك قالوا بقدم العالم. العالم الشواهد المختلفة تدل على أنه ليس قديما بل حادث، لماذا؟ لأنه متغير. فإذا كان العالم حادثا فلا بد أن تكون له نقطة بداية، ولا بد أن تكون نقطة البداية هذه هي ليست من جنس العالم، ليست ممكنة، ليست محدثة كالعالم. نقطة البداية هذه هي ما نسميها أو ما يسمى العلة الأولى مع التجاوز يعني، أو المحدث، أو المحدث الذي هو الله سبحانه وتعالى. طيب احنا كنا قلنا انه في ادله كثيره على بطلان التسلسل، بحيث ما ينفعش نقول انه هذا العالم مكتف بذاته. يعني اذا كان هذا العالم الذي نعيش فيه واحنا كمان كجزء من هذا العالم ممكنات، يعني نقبل لذاتنا الوجود والعدم، فما ينفعش يبقى الذي اوجدنا ممكن، والذي اوجد من اوجدنا ممكن، والذي أوجد من أوجد من أوجدنا ممكن، وهكذا إلى ما لا نهاية. لا، لابد أن تقف هذه السلسلة عند موجود لا يحتاج إلى من يوجده. هذا الموجود الذي لا يحتاج إلى من يوجده هو واجب الوجود الذي لا بد أن يكون موجودا، هو الله سبحانه وتعالى. فكنا قلنا إنه التسلسل باطل والبراهين عليه كثيرة، منها برهان التطبيق وبرهان التضارب. طيب، وكنا قرأنا هذا. الشيخ بعد ذلك بيناقش علاوة أو بيناقش استطراد زاده ابن سينا، خلاص؟ قال: وزاد شيخ الفلاسفة ابن سينا على قول المغفور له مترجم المطالب والمذاهب وصاحب المطارحات، على قول صدر الدين الشيرازي مؤلف الأسفار أربعة في ذيل الإمكان، أن مجموع سلسلة العلل الممكنة. يبقى الكلام ده كلام ابن سينا، خلاص؟ زاده ابن سينا أو ذكره ابن سينا في دليل الإمكان، قال: أن مجموع سلسلة العلل الممكنة غير المتناهية أيضا ممكن، فيحتاج إلى علة غير داخلة في السلسلة وهو الواجب. قال: وبهذه العلاوة يستغني الدليل عن إبطال التسلسل. هي القضية بتاعتنا كانت إيه يا جماعة؟ القضية بتاعتنا كانت إنه هل نحتاج في إثبات وجود الله سبحانه وتعالى إلى إبطال دليل التسلسل، وندخل في هذه المضايق، وندخل في هذه الأمور الشائكة أو الأمور التي لا يفهمها كثير من الناس. العلاوة دي بتدعي ان احنا يمكن ان نبطل التسلسل بحاجة ابسط من برهان التضايف وبرهان التطبيق وهذه التعمقات. طيب يلا تفضلي يا دكتورة. وزاد شيخ الفلاسفة ابن سينا على قول المغفور له مترجم المطالب والمذاهب
وصاحب المطارحات على قول صدر الدين الشيرازي مؤلف الأسفار الأربعة في دليل الإمكان، أن مجموعة سلسلة العلل الممكنة غير المتناهية أيضا ممكن، فيحتاج إلى علة غير داخلة في السلسلة وهو الواجب. قالوا: وبهذه العلاوة يستغني الدليل عن إبطال التسلسل الهامش، فكأنه لم يمكنهم إبطال تسلسل العلل الممكنة في ذاته، فاحتاجوا إلى البحث عن علة مجموع تلك العلل المتسلسلة. يعني هينظروا للسلسلة كلها نظرة واحدة. يعني أنا بدل أنا أشوف عندي السبحة دي مثلا أهي، خلاص عندي السبحة أهي، خلاص أدي رقم واحد، ده علته ما بعده، ثم علته ما بعده، ثم علته ما بعده، فسلسلة طويلة غير متناهية، خلاص. الناس اللي ادعوا ان هم يمكنهم ان يبطلوا دليل التسلسل بكلام ابسط من هذا، قال لك احنا هننظر للسلسله كلها على بعضها. يعني ايه؟ هناخد كل الموضوع كله، العلل المتناهيه اللا متناهيه دي هناخدها كلها على بعضها ونقول من اوجدها. طيب هل هذا الكلام قوي؟ طيب تفضلي. تحتاجوا فاحتاجوا إلى البحث عن علة مجموع تلك العلل المتسلسلة ليتوسلوا بها إلى وجدان ما ينشرونه من البطلان المترتب على تقدير عدم الواجب. وفيه أنه لا يمكن أن يتصور المجموع لسلسلة العلل غير المتناهية، فلو كان لها مجموع كانت متناهية. يعني هو تصور ان العلل اللامتناهيه دي يمكن ان ينظر لها نظره واحده، كانها والنظره الواحده دي معناها ان لها بدايه ولها نهايه. طيب دي اول حاجه في هذا، يعني اول شيء يضعف هذا الكلام. وان سلم تصور المجموع لها، فلا يسلم احتياج المجموع الى عله لعدم وجوده في الخارج مستقلا عن وجود آحاد العلل. ثم إن هذه العلاوة التي ادعى مخترعها ومستحسنوها أنها تغني الدليل عن إبطال التسلسل ليست موجزة كما قررت هنا. طيب بل الحاجة الثانية إيه بقى تضعف هذه الفكرة؟ إيه؟ إحنا إن سلمنا تصور إنه هذه العلل اللامتناهية لها مجموع يمكن تصوره، يعني هنتجاوز عن فكرة إنه لو كان لها مجموع كانت متناهية، وهنعمل نفسنا مش واخدين بالنا، سنسلم إنه لها مجموع غير متناهي. طيب هل يسلم بعد ذلك أن هذا المجموع لا يحتاج إلى علة؟ وإن سلم تصور المجموع لها، فلا يسلم احتياج المجموع إلى علة لعدم وجوده في الخارج مستقلا عن وجود آحاد العلل. ماشي. بل فيها طول ملأ كثيرا من الكتب الكلامية الكبيرة وأمل، بحيث يجوز أن يقول الإنسان: إن كان إثبات الواجب معلقا بها فسلام على إثبات المدعي وغلبة الخصم. إثبات المدعى مش عارف. المدعى وغلبة الخصم. وإبطال التسلسل أسهل منها بكثير، مع ما يرد عليها قطعا أن علة مجموع آحاد السلسلة مجموع علل تلك الآحاد. ويرد عليها أيضا النقد الإجمالي اسم في عرف علماء قانون البحث والمناظرة لشكل مخصوص من أشكال النقد. يعني انت لو عايز في علم اداب البحث والمناظره، الرد على النقد بالدال بيكون بطريقين: نقض بالضاد والمعارضه. النقض يعني الرد على الفكره، المعارضه التي بعكس هذه الفكره. فالنقض الاجمالي انك بتجتث الفكره من الجذور، ثم المعارضه انك تاتي بما يضاد هذا القول وبما يؤيد
مدعاك في مضادة هذا القول. ويرد عليها أيضا النقد الإجمالي بسبب جريانها في المجموع المركب من المجموع الأول وعلته الواجبة بعد إثبات الواجب بهذا الطريق بأن يقال علاوة بهذه الطريقة بهذه الطريق ما سمتوا الطريق بأن يقال علاوة على العلاوة إن المجموع المركب من الواجب ومعلوله الذي هو مجموع هذه الكائنات الممكنة ممكن أيضا لترقبه من الواجب والممكن وكون المركب من الواجب والممكن ممكنا لا واجبا على قاعدة كون المركب من الداخل والخارج خارجا الهامش. هذه قاعدة من المبادئ العقلية التي يستند إليها علماؤنا عند اللزوم، فالداخل كناية عن أمر معين مثل الموضوع والمطلوب، والخارج كناية عما هو أجنبي عنها، فيكون الأول دائما أخص والثاني عام، والترقب منهما ينافي الخصوصية طبعا، فيحتاج هذا المجموع الثاني أيضا الأكبر من المجموع الأول إلى علة، فعلته إما نفس هذا المجموع أو جزءه أو خارج عنه إلى آخر إلى آخر ما ذكروه في العلاوة الأولى، ثم انتهوا إلى أن العلة خارجة وواجبة، فحينئذ يحصل مجموع ثالث مركب من المجموع الثاني الممكن وعلته الواجبة، وهو ممكن أيضا محتاج إلى العلة، وهكذا ينتقل ويرتقى من مجموع إلى مجموع أكبر منه. يعني كل اللي حصل إيه؟ إنك رحلت بدل ما تتكلم في علل صغيرة بقيت تتكلم عن مجموعات من السلاسل. ويلزم التسلسل في المجموعات. ويصبح صاحب العلاوة الأولى الهارب من إبطال التسلسل الأول مضطرا إلى إبطال هذا التسلسل الثاني لينهي توالي المجموعات الممكنة المحتاجة إلى علة، ولئلا يلزم تعدد الواجب بعدد المجموعات المتسلسلة. هذا وأنت ترى اختلافا بين العلامة السفتاني شارح العقائد النسفية وبين الفاضل الخيالي صاحب التعليقات الهامة على شرح العلامة والفاضل السيلكوتي صاحب التعليقات على تعليقات الخيالي في هل إثبات الواجب يتوقف على إبطال التسلسل أم إبطال التسلسل يتوقف على إثبات الواجب، وفي أن هذا الدليل المقرون بالعلاوة الذي انتقدناه دليل لإثبات الواجب مستغن عن إبطال التسلسل أم دليل لبطلان التسلسل، والفاضلان اختارا الثاني في الاختلاف الأول والأول في الاختلاف الثاني، وعندي أن الاختلاف فيما قام عليه الدليل إنما يتجه بعد ثبوت سلامة الدليل من الاعتراض، وحيث لم يتم الدليل المرتب لإثبات الواجب من غير حاجة إلى إبطال التسلسل ثبتت الحاجة في إثبات الواجب إلى إبطال التسلسل. قضية الشيخ يا أخواننا هنا كلها هي إن هناك حاجة حتى نثبت الواجب سبحانه وتعالى، هناك حاجة عقلية إلى إبطال التسلسل، وكل ما يقال سواء من القدامى أو من المحدثين في أنه لا حاجة لإثبات الواجب إلى إبطال التسلسل أو حتى نثبت الواجب إلى إبطال التسلسل، كل كلام مردود عليه وضعيف، زي ما احنا شفنا كده الكلام هؤلاء كلام ابن سينا أو في العلاوة التي ذكرت الكلام كله عبارة عن ترحيل للفكرة،
انت لابد في النهاية انك ترجع الى بداية لا بداية قبلها، او علة اولى لا علة لها. فكيف ستفعل ذلك؟ كيف ستفسر الحوادث الموجودة في هذا العالم؟ هتقول انا هعتبر ان عندي مجموعة علل، هذه المجموعة من العلل أنا هنظر لها نظرة إجمالية وهقول أنها تحتاج إلى واجب وخلاص، يعني هذا العالم يحتاج إلى الواجب. طيب، فإذا أنت الآن ماذا فعلت؟ أنت الآن قلت إنه كأن هذا العالم كتلة واحدة، كأن هذا العالم الذي له حوادث متسلسلة في أسباب ومسببات في علل ومعلولات كأنه كتلة واحدة. ثم بعد ذلك الشيخ قال إنه وإبطال التسلسل أسهل مع ما يرد عليه قطعا أن علة مجموع أحد السلسلة مجموع إلى تلك الآحاد، بمعنى إنه علة مجموع أحد السلسلة العلة الإجمالية لهذه السلسلة هو مجموع إلى تلك الآحاد، بمعنى إنه علة المجموع أو المجموع هذا الذي له علل يحتاج هو أيضا إلى علة. فأنت السلسلة حتى وإن نظرت إليها باعتبار أنها كتلة واحدة بعللها ومعلولاتها، فهي أيضا كلها ككتلة واحدة تحتاج إلى علة لتوجد هذه العلل بمعلولاتها. ثم قال وسقط الدعوى الفاضلين المذكورين. ايه دعوى الفاضلين المذكورين يا اخوانا؟ ما هي دعوى الفاضلين المذكورين؟ قال وانت ترى اختلافا بين العلامة التستذاني وبين الفاضل الخيالي، تمام كده، والسيلكوتي. يبقى العلامة التفتزاني والخيالي في ناحية والسيلكوتي في ناحية. طيب إيه بينهم؟ اختلفوا في ماذا؟ هل إثبات الواجب يتوقف على إبطال التسلسل؟ يعني لابد أن نبطل التسلسل أولا حتى يثبت الواجب، ولا إبطال التسلسل يتوقف قف على إثبات الواجب؟ يعني إذا ثبت الواجب بطل التسلسل، يعني أيهما أولا؟ هل نثبت الواجب الأول ولا نبطل التسلسل الأول؟ لأنه الاثنين ما ينفعش يجتمعوا مع بعض. إذا وجد الواجب العلة الأولى التي بلا موجد هو واجب الوجود، يبقى التسلسل بطل. وإذا بطل التسلسل وإذا وجد التسلسل فالواجب غير موجود. طيب، فهو اختلفوا في أيهما يأتي أولا ثم يترتب عليه بعد ذلك بطلان الثاني. هل إثبات الواجب يتوقف على إبطال التسلسل، يعني نبطل التسلسل أولا، أم إبطال التسلسل يتوقف على إثبات الواجب، يعني إثبات الواجب يأتي أولا؟ الشيخ بيقول هنا إنه الفاضلان اختارا الثاني في الاختلاف الأول. يبقى اختاروا ايه؟ اختاروا اللي هو الفاضل الخيالي والفاضل السيلكوتي، اختاروا ماذا؟ اختاروا ان ابطال التسلسل يتوقف على اثبات الواجب، يعني لابد ان نثبت الواجب اولا، ثم إذا أثبتنا الواجب فالتسلسل باطل. وخالفهم في هذا التفتزاني. التفتزاني قال بالعكس. التفتزاني قال ماذا؟ قال بالعكس، قال إنه إثبات الواجب يتوقف على إبطال التسلسل. طيب، ثم اختلفوا أيضا في شيء آخر، وهو وفي أن هذا الدليل المقرون بالعلاوة الذي انتقدناه دليل لإثبات الواجب مستغن عن إبطال التسلسل، ولا دليل لبطلان التسلسل؟ يعني هل هو دليل لإثبات واجب الوجود
ولا هو دليل لإبطال التسلسل؟ يعني دي حاجة ودي حاجة. فقال لك الفاضلان اختارا الأول، الفاضل الخيالي والسيركوتي اختارا الأول في هذا، اختار أنه دليل لإثبات الواجب. التفتزاني اختار أنه دليل لبطلان التسلسل. طيب خلينا نكمل ونمشي والصورة إن شاء الله تتضح مع الوقت. طيب وسقطت، وعندي أن هذا الاختلاف الشيخ مصطفى بقى شايف إيه؟ شايف أنه هذا الاختلاف مبني على أساس واهم، بمعنى أنه القضية أصلاً التي يتناقشون فيها غير ثابتة، الدليل أصلاً الذي يتناقشون فيه غير ثابت، هذه العلاوة غير ثابتة غير مسلمة، حتى نتناقش في هل هي لإثبات الواجب دليل لإثبات الواجب أو دليل لبطلان التسلسل. طيب وعندي ثاني بعد إذنك، وعندي أن الاختلاف فيما قام عليه الدليل إنما يتبع بعد ثبوت سلامة الدليل من الاعتراض، وحيث لم يتم الدليل المرتب وحيث لم يتم الدليل المرتب لإثبات الواجب من غير حاجة إلى إبطال التسلسل، ثبتت الحاجة في إثبات الواجب إلى إبطال التسلسل، وسقطت دعوى الفاضلين المذكورين في توقف إبطال التسلسل على إثبات الواجب، لأنه إذا توقف إبطال التسلسل على إثبات الواجب في حين أن إثبات الواجب متوقف على إبطال التسلسل لزم الدور، وسواء كان إثبات الواجب متوقفا على إبطال التسلسل أو كان إبطال التسلسل متوقفا على إثبات الواجب فيلزم أن لا يكون خلاف في بطلان التسلسل عند المسلمين. قال إحنا يعني إيه دي قضية يمكن أن نتجاوزها، يعني أيهما يتوقف على الآخر دي قضية يمكن أن نتجاوزها، المهم هو هل التسلسل باطل ولا مش باطل، لأنه إذا ركزنا في هذه القضية سنصل إلى المطلوب، وسواء كان وسواء أما لزوم بطلان من أول يعني طيب ماشي، وسواء كان إثبات الواجب متوقفا على إبطال التسلسل أو كان إبطال التسلسل متوقفا على إثبات الواجب فيلزم أن لا يكون خلاف في بطلان التسلسل عند المؤمنين بوجود الواجب. أما يعني القول بوجود واجب الوجود لا يستقيم معه القول بالتسلسل، إن التسلسل معناه وجود العلل في الماضي، العلل والمعلومات في الماضي إلى ما لا نهاية، أو ترتب الموجودات بعضها على بعض إلى ما لا نهاية، فالما لا نهاية لا تتفق مع القول بوجود واجب الوجود. ماشي. أما لزوم بطلانه إن كان إثبات الواجب متوقفا عليه فظاهر، وأما إذا كان بطلانه متوقفا على إثبات الواجب فلأن وجود الواجب ثابت لا محالة عند المؤمنين ولو بدليل غير متوقف على إبطال التسلسل، والمتوقف على الثابت ثابت. فيلزم من هذا قلت لوجود الله، أنا إذا قلت لوجود الله فتسلسل العلل في الماضي أو تسلسل الممكنات في الماضي إلى ما لا نهاية له نهاية عندي، وهي أنها بدأت، هذه الممكنات بدأت بالواجب، فالممكن ينبغي أن يستند في وجوده إلى الواجب، فإذا التسلسل عندي إذا كنت أثبت الواجب باطل. ليه؟ لأنه بيقف عند الواجب، بيرجع إلى الواجب. طيب أما لزوم بطلانه إن كان إثبات الواجب متوقفا عليه فظاهر، يبقى إذا قلت إن إثبات الواجب متوقف على بطلان التسلسل فده معنى مفهوم، إنه لأنهم لا يجتمعان، لأنه إذا وجد التسلسل لا أستطيع أن أثبت الواجب. طيب فيلزم من هذا، فيلزم هذا أن يكون بطلان التسلسل لا شك فيه عند المؤمنين بالله
ومنه يظهر بطلان ما ادعاه الشيخ محمد عبده وشذ فيما ادعاه شذوذا بعيدا، من أن كل ما قيل في إبطال التسلسل فعبارة عن أوهام وخيالات كاذبة، وسيجيء الكلام عليه مستوفا حقه. والحق عندي هل دليل التطبيق يا أخواننا أوهام؟ هل دليل التضايف أوهام؟ هل إبطال العلماء للتسلسل بأدلة كثيرة ومتنوعة أوهام وخيالات، ولا كلام مرتب، كلام عقلي ظني على الأقل؟ فإذا كلام الشيخ محمد عبده إن لم يكن باطل فهو مجازف، لأنه ما قيل في إبطال التسلسل هو على أقل تقدير مش وهم ولكنه ظن، والوهم غير الظن. الوهم إبطال الطرف المرجوح، الظن إبطال الطرف الراجح. فكلام الشيخ محمد عبده إن لم نقل ببطلانه فهو كلام فيه مجازفة. ماشي. والحق عندي أن تسلسل العلل إلى غير نهاية ظاهر البطلان، بحيث لا ينبغي للعقل السليم أن يستصعبه فينحرف إلى سبيل أخرى في إثمان الدليل على إثبات الواجب. وإني جد متعجب من أن يكون مسألة إبطال التسلسل لازميا تسلسل العلل قد بقيت طول تاريخ الفلسفة في الشرق والغرب محل سلمة وموضع شبهة أو سلمة مش عارفة وموضع شبهة في أقوى أدلة إثبات الواجب يختلف فيها العلماء والعقلاء، ولا تكفي البراهين المقامة عليها في إقناع الذين لا يزالون يشكون فيها مهما كانوا قلة ضئيلة. وقد كنت أنا قبل 24 عاما بينت هذه المسألة في كتابي ديني مجدوبر مجدولر مجدولر اللي هو المجددون الدينيون المجددون في الإسلام أو المجددون الإسلاميون الإسلام دي الترجمة بتاعتها يعني ديني مجددير اللي هم المجددون الإسلاميون أو المجددون المسلمون أو المجددون في الدين. ماشي. الذي ألفته باللغة التركية، والآن ألخص ذلك البيان وربما أضيف ما يزيده إيضاحا فأقول: قد علمت فيما سبق قريبا أن الممكن لا يوجد من غير وجود علة مرجحة بجانب وجوده المتساوي في ذاته مع جانب عدمه، فوجوده محتاج إلى وجود علة موجبة. خذوا بالكم معايا يا جماعة، صعوبة المسألة تيجي منين؟ إن الواحد ما بيستحضرش كافة المفاهيم في ذهنه وهو بيبحث المسألة. فالشيخ هنا بيقول لنا إن إحنا لازم وإحنا بنبحث في مسألة بطلان التسلسل نستحضر مفهوم الممكن، لأن يعني إحنا اتفقنا على إنه هذا العالم ممكن. ما معنى الإمكان؟ إنه لا يوجد بلا علة مرجحة لوجوده على عدمه، لأن الممكن هو الذي يقبل وجود الانتفاء. فإذا قلنا إنه موجود هناك هو موجود الشمس دي موجودة هي، يبقى هناك ترجيح لجانب على جانب. يقول: قد علمت فيما سبق قريبا أن الممكن لا يوجد من غير وجود علة مرجحة بجانب وجوده المتساوي في ذاته مع جانب عدمه. يبقى الوجود متساوي مع العداف، يعني الوجود الممكن هذا يقبل الوجود ويقبل ماذا؟ العدم، ذاته تقبل ذلك. فوجوده محتاج إلى وجود علة موجدة ترجح جانب الوجود على جانب العدم، وتلك العلة يجب أن لا تكون من الموجودات الممكنة الوجود. ليه لا ما ينفعش تبقى ممكنة هي كمان؟ لأنها هي كمان هتحتاج إلى علة موجودة مثل معلولة، كي لا تحتاج هي أيضا إلى علة أخرى بل موجودة مجرد وجود. طبعا الكلام هنا على إيه؟ على المشي في السلسلة، لأنه يتصور أن يكون علة الممكن ممكن يتصور، وعلة الممكن ممكن، وعلة الممكن ممكن، وهكذا. لكن السؤال: هل ستظل هذه السلسلة لا نهائية، ولا لابد أنها تقف عند علة غير ممكنة أي واجبة؟
هو ده الخلاف، فلا بد أن تقف السلسلة عند علة واجبة. فإذا لا يوجد، تفضل. وتلك العلة يجب أن لا تكون من الموجودات الممكنة الوجود مثل معلوليها، فهي لا تحتاج هي أيضا إلى علة أخرى، بل موجودا واجب الوجود. فإذا لا يوجد ممكن في الدنيا إلا ويكون وجوده بفضل موجود آخر يتقدمه في الوجود، ويكون علة لوجوده المحتاج إلى العلة. فإذا نظرت في أي موجود في العالم أمكنك أن تنتقل من وجوده الممكن إلى وجود موجود واجب الوجود. فمسألة إثبات الواجب بسيطة إلى هذا الحد، حيث ترى كل ما في العالم موجودا يحتاج إلى موجود غير محتاج. أما إذا كان كل ما يستند، مسألة بسيطة، لكن هي اللي بيصعبها يا جماعة. المسألة بسيطة فعلا وبديهية، لأنه بطلان التسلسل زي ما قلنا مستحيل عقلا، ويرجع إلى اجتماع النقيضين. وقانون اجتماع النقيضين هذا، بطلان اجتماع النقيضين، من قوانين الفكر الأساسية التي هي جزء من المعارف الأولية التي يولد بها الإنسان. لكن إيه اللي بيخليها غامضة؟ كثرة الكلام حولها وكثرة الاستشكال عليها. عشان كده قالوا إيضاح الواضحات يزيدها غموضا، أو من أصعب المشكلات إيضاح الواضحات، أو توضيح الواضحات يزيدها غموضا. يعني عبارات بهذا المعنى، إنك لو جيت تناقش قضية واضحة بالمناقشة والأسئلة والاستشكالات، العقل يدخل في تفاصيل كثيرة بحيث يغيب عنه العمود الرئيسي للمشكلة وينشغل بالتفاريع الكثيرة، فتصبح عنده غير واضحة المسألة. فهي مسألة بطلان التسلسل البسيطة، والذي كثرها وجعلها غامضة هو كثرة الكلام والاستشكالات عليه. ماشي. أما إذا كان كل ما يستند بعضه إلى بعض في الوجود محتاجا إلى علة موجبة، في أن يكون جميع العلل والمعلولات من الممكنات المحتاجة إلى علة موجبة، فالحاجة إلى العلة لا تزال باقية غير مقضية، وتكون سلاسل المعلولات وعللها الممتدة إلى جانب الماضي مستندة آحادها المتأثرة على آحادها المتقدمة، ومستفيدا كل واحد منها وجوده من هذا الاستناد ضربا من الخيال الذي لا وجود له. فلا توجد المعلولات الأخيرة التي كل واحد منها مبدأ في سلسلة من جانب الحال ممتدة إلى جانب الماضي، ولا ما قبل هذا المبدأ من العلل المتسلسلة. وقد كنا فرضنا وجود المعلولات الأخيرة ووجود سلاسل ممتدة إلى جانب الماضي مؤلفة من علل تلك المعلولات الأخيرة وعلل عللها وعلل علل عللها إلى ما لا نهاية له، وهذا خلف أي تناقض. فإذا قلت للخصم الملحد الذي يدعي كون جميع الموجودات محتاجة إلى علة موجبة ولا يعترف بموجود واحد واجب الوجود أي غير محتاج إلى موجب، إذا قلت له ماذا علة وجود هذا الموجود الذي يحتاج إلى علة موجبة، فأجاب بأنها وجود موجود آخر يتقدمه، ويحتاج مثل الموجود الذي سألتم عن علة وجوده إلى علة موجبة. ثم قلت له عجيبة إن الملحدين غالبهم هتلاقيهم مشتغلين بالعلوم الطبيعية، ويكادون يؤمنون إيمان قوي جدا بقانون السببية، يعني لا يتصورون شيئا إلا وله سبب، حتى إنهم غرقوا في الأسباب. لما نيجي بقى نقول لهم طبقوا هذا على وجود هذا العالم الذي لا بد لوجوده من علة، وإن هذه العلة لا يمكن أن تكون معلولة لشيء، وإلا لم يكن هذا العالم موجودا، أو لا نتصور وجود هذا العالم، يختفي هذا العالم تلقائيا، يكابرون في هذه المسألة. ثم قلت له وماذا علة وجود ذلك الموجود المتقدم؟ فأجاب بأنها موجود ثالث أقدم في الوجود، ومثل الثاني في الحاجة للعلة الموجودة.
ولم يقطع سلسلة الجواب على هذا المنوال مهما أطلت وتوغلت في السؤال. فاعلم أن هذا الخصم يخدعك ويغالطك ويعللك في أجوبته بما ليس من الجواب في شيء، كما يخدع نفسه قبلك ويغالطه ويعلله، أعني أنه يعجز عن قراءة علة لوجوده ذلك لوجود ذلك الموجود الذي سألته أولا عن علة وجوده، فيفر من الجواب على سؤالك غير شاعر أنه يفر، ثم يحاول أن يستر فراره من الجواب بإحالة الأمر على ظلمات ناض لا بداية له، والذي يريكه علة قبل علة، ويستمر في القراءة حتى تحصل سلسلة من العلل لا بداية لها، فليس شيء من ذلك بعلة إذ لا أصل لها ولا وجود. ويمكنني تقريب ما ذكرته إلى فهم القارئ بأن أفرض التسلسل المذكور بين العلل المعدودة المتناهية، وإن كان التسلسل في عرف العلماء خاصا بأمور غير متناهية فلنفرض عددها 10 وكل واحدة منها علة بالنسبة إلى ما بعدها ومعلولة بالنسبة إلى ما قبلها، يستند وجود المعلول الذي هو موضع البحث عن علة وجوده إلى العلة العاشرة، ووجود العاشرة يستند إلى التاسعة والتاسعة إلى الثامنة، وهكذا إلى أن تصل سلسلة الاستناد إلى العلة الأولى وتنتهي فيها، ثم ترى أن وجودها لا يستند إلى علة، أي أنها غير موجودة لا أنها غير محتاجة إلى الاستناد لعدم كونها واجبة الوجود، وإذا لم توجد الأولى لم توجد الثانية المستندة. فهمت يا أخوانا؟ يعني إحنا دلوقتي هنعمل إيه؟ هنفترض إن عندنا عدد 10 مثلا، 10 من العيال والمعلولات، هنقول إنه الرقم 10 ده مستند في وجوده إلى 9 و9 مستندة إلى 8 لحد ما يوصل لواحد. هنقول إن واحد دوت مش هنبص بقى إن هو يحتاج إلى علة، إن هو ممكن هنقول إن هو يعني علته مش واجبة. ثم ترى أن وجودها لا يستند إلى علة، فهو رقم واحد هذا لا يستند إلى علة، أي أنها غير موجودة. فإنت إذا قلت إن رقم واحد لا يستند إلى علة معنى ذلك أنه غير موجود. طيب إذا كان واحد غير موجود، فإذا اثنين مش موجود، فإذا ثلاثة مش موجود، فإذا أربعة مش موجود، لحد ما توصل للعاشر تاني. فكأنك قلت الآن إن هذه السلسلة من العلل والمعلولات موجودة لا موجودة في الوقت نفسه. كأنك قلت إن هذه السلسلة موجودة لاعتماد بعضها على بعض، وغير موجودة لأنها لا تعتمد على وجود واجب، بل كلها ممكنة تحتاج إلى من يرجح جانب الوجود على جانب العدم. ماشي. وإذا لم توجد الأولى لم توجد الثانية المستعدة إليها، وإذا لم توجد الثانية لم توجد الثالثة المستعدة إليها أيضا، وهكذا تستعد في الرجوع من الماضي إلى الحال حتى تنتهي إلى العاشرة فتجدها غير مستندة إلى علة موجودة مع الاحتياج إليها. ومعنى هذا أن العاشرة غير موجودة كالتي تقدمتها، وكذا المعلول الأخير الذي فرضنا استناده إلى العاشرة غير الموجودة، والذي كنا بصدد البحث عن علة وجوده تجده لما يقضي حاجته يعد إلى العلة الموجدة بعد إلى العلة الموجدة، ومن أجل ذلك لم يوجد هو ولا سلسلة العلل التي تقدمته وتألفت من 10 علل، وإنما وجود كل ذلك في الوهم والخيال بفضل وسوسة الخصم المحتال الذي ربما أخطأ فغالط نفسه أيضا. وكنا قد فرضنا المعلول وسلسلة العلل موجودة في نفس الأمر، هذا قلت. يعني كأنك قلت سلسلة العلل والمعلولات موجودة
لا موجودة، فهذا خلف يعني خلاف المفروض. ثم لا يفضي في وجود المعلول وسلسلة العلل أن يمد فيها فيزداد عدد العلل من عشر إلى مئة، ولا فيزاد؟ فيزاد. مش هيفرق في المثال دوت لإبطال التسلسل إنك تقول ده العدد مليون أو مليار أو 100 مليار أو مليار مليار، هو نفس الفكرة، نفس الفكرة إنك بتفترض وجود عدد من العلل والمعلولات، وبعدين بتبص للمعلول الأخير، وبعدين تشوف ما علته الذي قبله، ما علته الذي قبله. طيب هتوصل لمعلول تقول لا علة له، يبقى إذن هو غير موجود، فالسلسلة إذن كلها التي فرضت وجودها غير موجودة. يعني هي الفكرة هنا يا أخوانا، إنه شيخ الإسلام يريد أن يقول إنه لابد أن يستند الممكن في وجوده إلى واجب الوجود، لو لم يستند إلى واجب الوجود فهذا العالم المكون من الممكنات سيكون هو كمان غير موجود، يعني لن تستطيع إثبات وجود نفسك، ليه؟ لأنك هتقول أنا جاي منين؟ جاي من أبي وأمي، أبي وأمي جاي منين؟ من آبائهم وأمهاتهم، كذا 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 لحد توصل لسيدنا آدم، جاي منين؟ جاي من كذا. فلابد إن حضرتك لابد أن تنتهي هذه العلة حتى تستطيع إثبات نفسك. وكنا مثلنا على هذا قديما بفكرة الماتش الكورة لو حضراتكم تذكروا، قلنا لو افترضنا أنه اللاعب رقم واحد منتظر اللاعب رقم اثنين يقول له يلا نبدأ اللعب، واللاعب رقم اثنين مستني ثلاثة، وثلاثة مستني أربعة، وأربعة مستني خمسة، والعدد لا نهائي. يبقى إذا كان العدد لا نهائي يبقى إيه الوضع؟ يبقى الماتش مش هيبدأ أبدا. طيب فإذا بدأ الماتش يبقى إذن هناك نقطة بداية، محدش قال لها نبدأ اللعب، هي من نفسها، قالت يلا ابدأوا اللعب، فأخبرت الذي بعدها والذي بعدها أخبر الذي بعدها وهكذا حتى بدأ الماتش. فإنت إذا رأيت الممكنات تلقائيا لابد من وجود الواجب، إذا ما كانش الواجب موجود يبقى الممكنات غير موجودة. طيب ثم لا يجد في وجود المعلول وسلسلة العلل أن يمد فيها فيزاد عدد العلل من عشر إلى مئة أو ألف أو مئة ألف أو إلى ما لا نهاية له من العدد، لأن الزيادة في عدد العلل المحتاج نفس كل واحدة إلى علة موجودة مهما يكن مبلغها، لا تكون إلا زيادة في عدد المحتاجات هي العلة غير مقتضيات الحاجة بالاستناد في النهاية إلى علة موجودة غير محتاجة إلى موجب وهي الواجب. فتسلسل العلل الممكنة المحتاجة إلى علة الوجود من غير انتهاء إلى العلة غير المحتاجة التي هي الواجب أمور مخيلة لا تحصى غير متحققة الوجود، بل معلق وجود كل منها على أن يوجد قبله شيء مثله غير متحقق الوجود، لكون وجوده أيضا معلقا على وجود شيء آخر مثله غير متحقق الوجود. فهو ليس عبارة عن سلسلة موجودات يعني رقم اثنين إلا إذا أثبت واحد، يعني اثنين لا تستطيع إثباتها إلا بوجود واحد، ما تقدرش تقول رقم اثنين إلا إذا كان واحد موجود. طب واحد مش موجود يبقى اثنين مش اثنين، اثنين هي واحد. سلسلات محتاجات إلى علة الوجود، ولا يحصر من هذه المحتاجات المعلقة على المحتاجات موجود واحد فضلا عن موجودات غير متناهية. فالزيادة في عدد العلل المحتاجة المترتبة الآحاد بعضها على بعض لا تجدي أي نفع في قضاء حاجة المحتاج الذي ابتدأ منه بحث الموقف إن لم تضره، ولا فرق في ذلك بين الزيادة المتناهية والزيادة اللامتناهية،
حتى تتصور الفائدة من تعليق الأمر بذمة اللانهاية، وإنما فائدته التغطية على بقاء حاجة المحتاج غير مرضية. حاجة المحتاج اللي هو الممكن، زي ما قلت لحضراتكم إن إحنا لا ينبغي وإحنا بنفكر في بطلان التسلسل أن نغفل عن أننا نتحدث عن ممكنات، والممكن هو الذي يقبل الوجود والعدم بذاته، فإذا وجد فلا بد من اعتبار وهو موجود أنه وجد لمرجح، وجد وهو محتاج إلى من يجده، لأنه إذا وجد من نفسه فهو غير ممكن، فهو واجب إذن. وإنما فائدته التغطية على بقاء حاجة المحتاج غير مقضية بإحالة إسعافه من محتاج على محتاج، وتعليل الذهن بالرجوع إلى الماضي متغلغلا في أعماقه. نقف هنا، ده المثال الأول الذي ضربه الشيخ ليبسط أو ليقرب مسألة استحالة التسلسل. هيبدأ الآن في مثال ثاني، مثال ثاني على استحالة التسلسل إلى النهاية. نبدأ بهذا المثال إن شاء الله في المرة القادمة بإذن الله تعالى. طيب، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. بسم الله الرحمن الرحيم، العصر، إن الإنسان لفي خسر، إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر.